موظفون الغاضبون، يعني اليوم بيترك موظف بيترك مؤسسة بيكون مسؤول عن قسم بالداتا، مسؤول عن قسم بالإنفورميشن، إذا ما كان في برنامج لحوكمة المعلومات لدرء المخاطر عن هالمعلومات، ممكن هذا الموظف يأخذ على USB أم على هارد درايف مجموعة كبيرة من المعلومات اللي ممكن تأثر على مستقبل هالمؤسسة، أما مستقبل هالحكومة، أما تعمل اختراق أمني إذا كان بالحكومة أما بمجال أمني. كمان عنا الموظفون الغاضبون اللي ممكن يتركوا، بدنا نشوف كيف ممكن ندرأ هالمخاطر اللي ممكن تنجم عن أنه هذا أحد الموظفين يسرب داتا.